دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب إلى الإسراع في صرف المستحقات المالية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة أراضيهم، وأكد عضو اللجنة فريد الإبراهيمي في مؤتمر صحفي ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة أراضيهم بالمحاصيل المهمة خلال الموسم الحالي، محذرا من أن عدم صرف مستحقات المزارعين سيؤدي إلى انتكاسة كبرى في الاقتصاد العراقي وللخزينة الاستراتيجي في البلاد.